العالم. ايه اللي جابك هنا؟ أنا فورته كبيرة أوي يا بلدوزر، وعاوزك تقف جنبي. تعبت يا عم العالم، وأنت عارف البلدوزر كلمته واحدة. عشان كده كلمتك، أنا متهم بسرقة الذهب. أنت بتضحك على إيه؟ حاجة تضحك الصراحة. بدر باشا النمس هيسرق حتتين صيغة؟ الناس دي ما تعرفكش ولا إيه؟ حسام البنداري بيلعب معايا لعبة كبيرة. سرق طريقته وحط الذهب عندي في المكتبة. حسام البنداري؟ ايوه، انا فكرت في حاجه كده بس ضميري مأنبني. والدوزر، انا عاوزك تشيل القضيه دي وتعترف ان انت اللي سرقت الذهب، وهديك على كل سنه سجن 1,000,000 جنيه. لا لا، انا مش مرتاح، ضميري مأنبني. وانا بقول نكت بتضحك على ايه؟ يا باشا رايح ضميرك، أنا اللي سرقت الدهب. أنا عارف إن أنت بتعزني بس مش للدرجة دي، وأنت ذنبك إيه؟ تشيل شيلة مش شيلتك. يا باشا الشيلة شيلت. أنا اللي سرق الدهب ومسلمه بإيدي لحسام بيه. ده ناس إن أنت اللي معرفني عليه ولا إيه؟ بالأمارة صاحبة الحاجة اسمها دوني. يا ابن الهجامة. ده العشم يا باشا. بص يا باشا، أنا معاك في أي حاجة. أنت اللي هتديهم لي في حبستهم، ما خدتهمش في سرقتهم. أنت بس يا باشا فطرني كده وقول لي أقول إيه. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اسمع يا بكري،